أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالإمكانات البشرية وبمستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة الدفاع البحرين التي تسير وفق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والذي مكنها من الدفاع عن سيادة المملكة ومنجزات الوطن والمشاركة في مسيرته الحضارية وأن تكون إحدى ركائز الاستقرار الإقليمي. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، حيث أشاد سموه بجهود معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في الارتقاء بمستوى قوة دفاع البحرين وكل ما من شأنه رفعة وتقدم وطننا العزيز، كما بحث معه البرامج والخطط الاستراتيجية لقوة الدفاع ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.